وهلا بصير نرحب بالسيده سوزي الحاج. انت سوزي المنسق العام للجنه البطريركيه لتكريس لبنان والشرق لقلب مريم الطاهر. اهلا وسهلا فيك سوزي. مرسي كثير. عم بضحك لانه من يومين كنا عندكم ودائما يعني عم بتستقبلونا وانا كثير بشكركم. نحن بس لنقول لكم شو في جديد بالنسبه لقداس التكريس يلي هو نهار الاحد 3 حزيران الساعه 11 ببازيليك سيده لبنان حريسه، بيترأس هبطه البطريرك الراعي مع سائر الاساقفه وان شاء الله البطاركه كمان الكاثوليك وغير الكاثوليك، وبندعي الجميع اكيد ليحضروا هالقداس. كنا قلنا معك باسبوع الماضي انه في نهار الخميس 31 وحكيتوا مطولا عنه قداس تكريم سيدة جميع الشعوب يلي هو بيترأسه المطران شكرا لنبيل الحاج الساعة 9 بالليل بالبازيليك. هلأ من بعد هيدا قداس التكريم يلي هو بيسائب خميس الجسد عاملين زيح قربان وبينصمد هالقربان، بننزل فيه من البازيليك صوب الساعة 10:30 تينصمد على 11 بالليل الخميس آخر يوم بالشهر المريمي بمعبد أم النور بمزار سيدة لبنان حريسة. ودعينا من عندكم ظاهر الصوت من عندكم بيودي وبيوصل دغري وعطى نتيجة كتير فعالة، فشكرا لمورنينج شو تيلي لوميير لأنه ما لحقنا نعلن حتى كلهم جاوبوا وحجزوا ساعات السجود، ولكن مش معناتها ما فيهم بعض الناس يجوا. هيدا السجود من 11 بالليل 31 أيار ل 11 الصبح 3 حزيران، ممكن كل الجماعات وكل المؤمنين وكل الأشخاص صغار كبار يجوا يشاركوا بأي ساعة اللي بحبوها بهيدا السجود المتواصل اللي اسمه مشان خلاص لبنان، السلام بلبنان وبالعالم وبالشرق أكيدة، ولا انتصار قلب مريم الطاهر. عم نشوف سوزي الدعوة. نعم. هي يعني أنا لإلي شخصيا أهم حدث بلبنان. نشكر الله. هيدا صار عيد التكريس مثل ما عيد التكريس لقلب مريم الطاهر رئيس اللجنة البطريركية سيدنا شكر الله الحاج سميه عيد التكريس كل سنة، وانتم بتعرفوا سنة الماضي كنا بفاطمة، ولكن أنا بحب ركز على هالسجود المتواصل اللي السنة بيميز البري تكريس إذا بدك، وبدي أشكر كل اللي لبوا النداء ومنهم رهبنة عائلة مريم يلي استقبلته رئيسها العالمي الأب بول ماريا سيجل، هلأ من شوي كان معكم ضيف، والرهبات يلي جايين من ألمانيا سير إستير سير كريستينا سير ماريان من كوريا سير كيارا من سلوفاكيا والأبونا برنار جان برنار من فرنسا. نشكرهم لأنه كمان رح يسهروا مع القربين بلبنان، إجوا من برا خصوصي لهالقداس وهالسجود. وعنا جماعات كتيرة، خبز ومي، يسوع نور العالم، الروح تجمعنا، الملكوت هولي، جماعة القديسة تيريزيا للطفل يسوع، رايا فاونديشن، أذكرني في ملكوتك، يلا نفتح لهم بواب السماء. شوف شو حلوين هالأسامي، جماعة قلب يسوع، العائلة المريمية، جماعة تكرس قلب مريم متألم الطاهر، جماعة الرحمة الإلهية كمان نشكرهم كتير، عائلة قلب يسوع المتواضع، عائلة قلب مريم الطاهر من رعية مر نهرة ساحل علمة، عائلات مر أليشا عمشيت. شكرا كبير كمان للاخويات والرعايا مثل مر يوسف صغرتا، اخويه الحبل بلا دنس درعون، رعيه مردومه زوق مكايل، ان شاء الله يا رب ما يكون نسيت حدا. وطبعا في بالاتحاد معنا من خارج لبنان يعني بالاراضي المقدسه بحيفا جماعه تكرس قلب مريم متالم الطاهر، راهبات خادمات قلب مريم طاهر من فاطمه مع الاخت جلوريا الموجه لها تحيه، عائلات قلب يسوع حاره صخر سيده المعونات، رعية سيدة الوردية غدير، وأكيد شكر كمان كبير دايما بردد لمزيارة اللي بيلبوا النداء لأنه مزيارة مشهورة بكنيسة من روزا ميستيكا بحماس لمزار أم المراحم بمزيارة لمرسر كيسو باخوس وكنيسة سيدة الانتقال كلهم مشاركين بالاتحاد. وعندي شكر خاص لجماعة بوت بوردو لأنه عم ينظموا معنا كمان قداس التكريم لسيدة جميع الشعوب، ولا جروب دو بريير بور لي زانفان جماعة صلى للأطفال للطفل يسوع دو براغ مع الدكتور كيديموس وماريان ديبس اللي هن أطفال جايين يسهروا ساعة مع يسوع، هو بوجه لهم تحية كبيرة. والروزاري أون المؤسسة روزاري أون هالمنظمة برئاسة الأبيتي خليل علوين يلي نظمت كل ساعة السجود المتواصل، نشكرها شكر كبير مع كل فريق عمل مزار سيدة لبنان لأنه بيبدأ هالسجود مع أول ساعة لروزاري أون.
وكل فريق العمل بروزوري اون، والشكر للموسيقى التينور الملحن جابي فرح، لانه مش بس عملنا نشيد التكريس يلي اسمه مثل ما اسم الحمله يا مريم ام النور كله الك لبنان، واللي كان الي الشرف انه انا اكتب كلماته، ولكن كمان لحلنا هالصلاه صغيره اللي قرتوها، صلاه سيده جميع الشعوب، وهي صلاة العذراء كتير مودرن، يعني بعتت لنا إياها تيد ستايل، يعني كتير ثلاث أسطر. وإن شاء الله يا رب ما يكون نسيت حدا. أكيد بشكر أعضاء لجنة التكريس كلهم على رأسة رئيسة سيادة المطران شكرا للحاج، والأبات علوين أمين عام، وكل الأعضاء الأباء الأجلاء والعلمانيين، واللي أنت منهم دومينيك كمان بشكرك. مدام سوزي الحاج اكيد بنشكرك لك كمان، انت المنسق العام لكل هالتكريس اللي عم بيصير سنه ورا سنه للبنان، واكيد اللي عم بيجلب كل البركات والحمايه من الام السماويه. بنرجع بنذكر، ما بعرف اذا ذكرنا كل الجامعات او الاخويات رح تشارك معنا، ان شاء الله ما يكون نسيت حدا لانه بزعل. بدي اذكر باردون لو بدي اقاطعك، لانه هيدا الجروب اول جروب هو اللي حجز اول ساعه، فإله معزه خاصه، هو جروب دو بريير سانت فيرونيكا جولياني، يلي جايين من زحله ومن كل مناطق لبنان، وفرع الشوف الرميله رعيه مار انطونيوس رح يكونوا بالاتحاد، والباقي جايين على المزار، فشكر خاص لهم. نعم لمدام جوليان سمعان. نعم، وفي واكيد كمان في رهبنه خادمات وخدام الاصاغر لقلب مريم الطاهر اللي هن عندهم رساله كمان القديسه فيرونيكا جولياني. شكر للكل. صحيح. واخر جماعه يمكن مهمه هيدي لالي، ما بعرف، هول الشبيبه لبنان لمريم. لبنان لمريم، لبنان لمريم، معك حق، هدول صبايا وشباب شفتوا لانه عم تستعجلوني مع اني مأيدتهم، بس قد ما رح يخدموا اخر ساعه اللي هي من 10 لل 11 3 نهار الاحد. لبنان لمريم، شكر كبير لهالشبيبه والصبايا وللرهبنه اللي هي متكرسه للقربان، خادمات القربان المرسلات، هيدا شكر لهم كمان، رح يجوا يقدموا ساعه سجود. لكن دعوه للجميع من الساعه 11 المساء ليلا، يعني الخميس 31 ايار، خميس الجسد، لغايه خميس الجسد لغايه 3 حزيران، احد 3 حزيران. نعم. الساعة 11 اللي هي هو وقت القداس. نعم. التكريس باكيد ما غبطت ابينا البطريرك الراعي ووسائل الاساقف. دونك هيدي الدعوة قبل التكريس تحضيرية لكل شخص، لكل مؤمن بلبنان يطلع على حريسة سيدة لبنان على مزار معبد ام النور ويسجد للقربان. نعم. ويصلي ورديته تحضيرا لهالتكريس لنكرس لبنان والعائلات والنفوس لقلب مريم الطاهر، اكيد قدام القربان يعني عم نكرس نفسنا ليسوع المسيح بالاخر. بشكر الكل، ويعذروني اللي ما ذكرتهم، لهم اجر اكبر بالسماء اذا انا ما ذكرتهم كمان. سيدي سوزي الحاج المنسق العام للجنه البطريركيه لتكريس لبنان والشرق لقلب مريم الطاهر، مشكوره والى اللقاء.